هناك من حاول كثير خلال هذه السنة جر الحكومة إلى صدامات، الهدف منه تخريب الانتخابات. أنا اختاريت طريق الصبر لكي لا نعطي فرصة لأي طرف أن يخلق فرصة لفوضى ما قبل الانتخابات حكي لا تحصل الانتخابات. هناك أطراف متخوفة من الانتخابات، ومن هذه اللحظة تحاول تشكك بأداء المفوضية، وتحاول تشكك بأداء الحكومة، وتحاول تشكك حتى بنتائج الانتخابات قبل حصول الانتخابات. الأمن الانتخابي يتكون من كل أجهزة الأمنية، ضفنا لهم الجيش العراقي البطل، وضفنا لهم القضاء كذلك لكي يقوم بواجبه بحماية الانتخابات، حماية مراكز الانتخابات، وكذلك منع استخدام السلاح أو جماعة غير منضبطة في ترويع أو تخفيف الناخبين. بكل تأكيد سوف ننجح، بكل تأكيد سوف نكون حاسمين في هذه المرحلة القادمة. انتخابات باقتلها تقريبا قريب أو أقل من 4 أشهر، يجب أن نعمل بكل جد لحمايتها، وبكل تأكيد سوف نعمل على توفير كل مستلزمات اللجنة المسؤولة عن توفير الجانب الأمني الانتخابي.